من اقرار مشروع موازنه عام 2021 الى اقرار تعديل المرسوم رقم 6433 مرورا بالبطاقه التمويليه وصولا الى اتخاذ قرار رفع الدعم، مسائل تحتاج جميعا الى التئام مجلس الوزراء ولو كان حكومه تصريف اعمال. رئيس الجمهوريه يحاول الضغط على رئيس حكومه تصريف الاعمال حسان دياب للدعوه الى جلسه. في حين لا يزال دياب يرفض قطعا على الرغم من الاختلاف يتفرد رئيس الحكومة بقرار الانعقاد بين عامي ستة وعشرين وتسعين كانت المادة السابعة عشرة من الدستور اللبناني تنص على التالي تناط السلطة الإجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء وفقا لأحكام هذا الدستور ما بعد الطائف تبدلت الصلاحيات وباتت السلطه الاجرائيه محصوره بمجلس الوزراء وهو يتولاها وفقا لأحكام الدستور البند السادس من المادة الرابعة والستين من الدستور المعدل تدخل في تفاصيل صلاحية مجلس الوزراء أكثر يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث وبالتالي لا صلاحية لرئيس الجمهورية يدعو بموجبها إلى جلسة لمجلس الوزراء عليه البلاد معلقة بين حبال رئيس حكومة مكلف التأليف ورئيس حكومة مكلف التصريف الأول أعجز من أن يشكل والثاني أضعف من أن يصرف لا سعد قناة الجديد